رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. سوبر كورة أجاري يطالب بمباراة ودية للمنتخب باستاد القاهرة. بوابة الشروق رمزي، كنا الأفضل أمام نيجيريا والهدف المبكر صدمنا. بوابة الفجر، تفاصيل سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019. دوت مصر، منتخب مصر الأولمبي البعثة تعود اليوم بعد مباراة الاشتباكات. جول، جهاد جريشة يقود مباراة شباب قسنطينة والترجي التونسي. البوابة سبورت، محمد صلاح سادس أفضل مهاجم في العالم في التصنيف المجلة البريطانية. بوابة الأهرام، كلوب صلاح يلعب دائما والراحة التي حصل عليها هامة للغاية. بوابة فيتو نيني على رأس قائمة الراحلين عن الأرسنال. مبتدا، بشكتاش التركي يتمسك بضم النني. الجمهورية أونلاين، مدحت وردة، عمرو ما زال يملك الكثير ليقدمه للمنتخب. في الجول، رسميا قبول استئناف حسين السيد وتحويل الملف إلى لجنة الانضباط والأخلاق. صدى البلد، وشه حلو، منتخب إيطاليا يكرم رامي شحاتة بعد الفوز 6-0. كرة، برشلونة يلجأ لحيلة برازيلية لضم راشفورد. يلا كورة، ألفارو موراتا، كرة القدم تغيرت والفوز على الفرق الدفاعية ليس سهلا. بطولات، الصحفي كتالوني دي ليخت رفض شرط برشلونة الوحيد لضمه في الصيف. يورو سبورت عربية، اليوفنتوس ومانشستر يونايتد يتنافسان على طريق برشلونة. آس عربي، تقارير مورينيو قريب من الدوري الفرنسي. سبورت 360، انتر ميلان يجدد اهتمامه بالتعاقد مع مالكوم. 1-3، كريستيانو رونالدو يحسم موقفه من مباراة آيكس. نروح مع حضراتكم سريعا لاهم الاخبار المحليه وتفاصيلها، ونبتدي من موقع سوبر كوره اللي قال ان المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر طلب اقامه مباراه وديه للفراعنه قبل بطوله امم افريقيا على استاد القاهره، واللي بيستضيف مباريات المنتخب في البطوله اللي بتنطلق يوم 21 يونيو لحد 19 يوليو اللي جاي. قرر اجيري انطلاق معسكر المنتخب الاخير قبل البطوله يوم 6 يونيو اللي جاي، خصوصا طبعا بعد قرار لجنه المسابقات باقامه اخر مباراه في الدوري قبل التوقف بثلاث ايام نفس الشهر. هيقام المعسكر الاخير في اسكندريه وتحديدا في برج العرب، بيخوض المنتخب مباراه وديه او اثنين خلال المعسكر قبل البطوله، قبل طبعا ما يرجعوا تاني للقاهره قبل انطلاق البطوله بخمس ايام لاستكمال المعسكر في القاهره، وخوض وديه اخيره في استاد القاهره قبل البطوله. كمان بوابة الشروق قالت ان هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني اتكلم عن رضاه عن المستوى اللي ظهر بيه الفراعنه قصاد نيجيريا، وقال رمزي في تصريحات قدمنا مباراه جيده جدا امام فريق كبير، واضاف كمان تلقينا صدمه بعد هدف نيجيريا المبكر وكنا الافضل في معظم اوقات المباراه، الا انه كان ينقصنا ترجمه هذا الاداء الجيد لهدف. وعن المشاركه الاولى لاكثر من لاعب في مباراه اليوم، فقال مدرب المنتخب كل اللعيبه الجداد ظهروا بشكل جيد، خصوصا ان هم بيشاركوا للمره الاولى قصاد فريق بحجم نيجيريا، واكد ان هم طبعا قدموا اداء متميز. كمان بوابة الفجر قالت ان بتقام يوم 12 من شهر ابريل المقبل،
قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم ولا تقام في مصر خلال صيف العام الجاري 2019. الاتحاد الأفريقي عمل تصنيف للمنتخبات على النحو التالي: المستوى الأول مصر، البلد المضيف تونس، غانا، السنغال، الكاميرون وكوت ديفوار، والمستوى الثاني المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، الجزائر وغينيا ومالي، المستوى الثالث أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو وزيمبابوي وموريتانيا وأنغولا، والمستوى الرابع بنين وبوروندي وتنزانيا وناميبيا وكينيا ومدغشقر. والمفروض أن يتم سحب القرعة وهيقابل كل منتخب نظيره من المستوى الأدنى مع تجنب عدم مواجهة منتخبين في نفس التصنيف. بيقع المنتخب المصري طبعا في التصنيف الأول نظرا لأن هو مستضيف البطولة، والقرعة أكيد هتوقع للبروتوكول المتعرف عليه على رأس المجموعة الأولى. وبيجاور المنتخب المصري في التصنيف الأول الكاميرون صاحب التتويج الأخير بلقب أمم أفريقيا 2017 بالإضافة لتونس وغانا والسنغال والكوت ديفوار. كمان جه المنتخب العربي الموريتاني في التصنيف الثالث إلى جوار منتخبات أوغندا وجنوب أفريقيا بالإضافة لزيمبابوي وغينيا بيساو والمنتخب الأنغولي. كمان دوت مصر قالت ان منتخب مصر الاولمبي خسر امبارح يوم الثلاث قصاد نظيره الهولندي بهدف نظيف في المباراه اللي كانت ما بينهم في اسبانيا ضمن برنامج اعداد المنتخب الاولمبي لامم افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. بترجع النهارده البعثه يوم الاربع بقياده شوقي غريب من اسبانيا بعد ما خاض الفريق مباراتين وديتين قصاد امريكا وهولندا. فاز على امريكا بثنائيه نظيفه وخسر من هولندا بهدف نظيف، ووقعت اشتباكات بالايدي ما بين لعبت الفريقين في الدقيقة 70 وده بسبب تدخل عنيف من محمود الجزار على لاعب هولندا وده أصفر عن طرد الجزار، وكمان لاعبين على مقاعد البدلاء والطواحين لاندفاعهم لأرض الملعب. موقع جول كمان قال لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلنت عن اختيار الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بإدارة مباراة شبيبة قسطنطينة الجزائري والترجي التونسي. بيلتقي الفريق الجزائري والتونسي في ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا وده يوم 6 إبريل. المباراة دي هتقام في الجزائر على ملعب الشهيد حملاوي، وهتقام مباراة الإياب ما بين الفريقين يوم 13 إبريل المقبل في تونس على الملعب الأولمبي برادس ملعب نادي الترجي. بيعاون جريشة مساعد أول وليد أحمد علي من السودان، مساعد ثاني تحسين أبو سادات، وحكم رابع محمد عادل. كمان البوابة سبورت قالت ان صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الانجليزي حصل على المرتبة السادسة في قائمة افضل 10 مهاجمين على مستوى العالم وفقا لتصنيف مجلة 442 البريطانية. اشار تقرير المجلة ان محمد صلاح بيتميز بالسرعة وبالفعالية الهجومية الكبيرة في الثلث الاخير من الملعب، وتم تشبيهه بالنجم الهولندي ايرين روبن في عصره الذهبي. احتل الارجنتيني ليونيل ميسي كمان نجم برشلونه المرتبه الاولى، وجه بعديه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وبعد كده انتوان غريزمان لاعب اتلتيكو مدريد. وكمان قالت المجله ان التصنيف تم وفقا للمهاجمين اللي بيلعبوا في مركز الجناح او دور المهاجم الثاني، وده اللي خلاها طبعا تخلو من القائمه دي تخلو من العديد من اللعيبه الكبار زي كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وهاري كين، واللي طبعا بيلعبوا في مركز المهاجم الصريح. كمان بوابة الأهرام قالت أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أكد أن محمد صلاح كان بيستحق الراحة خلال فترة التوقف الدولي، وطبعا جت التصريحات دي بعد ما رجع الملك المصري لتدريبات الفريق الإنجليزي. وعلى لسان المدرب الألماني قال اتكلمت مع صلاح خلال فترة الراحة اللي حصل عليها وبيتمتع هو دلوقتي بمزاج جيد، وكمان قال في كلامه أن محمد صلاح بيلعب دايما لقد خاض كل المواجهات سواء مع ليفربول أو مع منتخب مصر، عشان كده فإن الراحة اللي حصل عليها كانت مهمة جدا. كمان اتكلم المدرب الألماني ان دلوقتي هيعود لينا محمد صلاح بعد ما قضى اسبوع من الراحة، ودي حاجة كويسة جدا، اتكلمت معاه ولقيته في حالة انسجام وحالة مزاجية جيدة.
كمان بوابة بيتو قالت إن صحيفة ميرور البريطانية اتكلمت عن أوناي أمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي اللي قرر إن هو يتخلص من 6 لعيبة في الموسم اللي جاي، وعلى رأسهم محمد النني لاعب وسط منتخبنا الوطني. قالت كمان الصحيفة إن إدارة المدفعجية بتسعى للتخلص من اللاعبين من أجل توفير الأموال للصفقات الجديدة والتخلص من الرواتب المرتفعة اللي بيحصلوا عليها، بتضم قائمة الراحلين عن أرسنال مسعود أوزال، هانريك مختريان، داني وولبك، محمد النني، تشامبرز ومصطفي، وإضافة طبعا إلى اعتزال بيتر تشيكو ورحيل آرون رمزي لليوفنتوس. كمان مبتدا قالت ان في تقارير صحفيه تركيه اتكلمت ان في اهتمام النادي بشكتاش التركي بالحصول على خدمات النجم المصري محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي خلال الفتره اللي جايه، وقال كمان موقع فوتوماك التركي ان في رغبه عند نادي بشكتاش ان هم يدعموا صفوفه بالتعاقد مع النني ولو على سبيل الاعاره لمده موسم نظرا طبعا لحاجه الفريق لخدمات اللاعب. بيعاني النني من الجلوس دلوقتي على دكه البدلاء تحت قياده اوناي امري المدير الفني للارسنال، الا ان اللاعب عنده عقد بيمتد مع الجانرز لحد موسم 2022. كمان الجمهورية أونلاين قالت إن مدحت وردة نجم كرة السلة السابق أبدى سعادته بعد اختياره ضمن فعاليات قاعة المشاهير لعام 2019 من الاتحاد الدولي لكرة السلة، وقال مدحت في تصريحاته سعيد باختياري وكان هناك اهتمام كبير من الاتحاد الأفريقي والمصري من مجدي أبو فريخة ومحمد عبد المتعال، وأضاف الاتحاد الدولي تحدثت معي وسافر في أغسطس وأشعر بأنه سيكون هناك اجتماع مع الاتحاد وعن نجلو عمرو وردة ما زال يملك الكثير ليقدمه في مسيرته الاحترافية ومع منتخب مصر. كمان موقع في الجول قال ان لجنه الاستئناف لمسابقه دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين وافقت على قبول الاستئناف المقدم ضد قرار ايقاف حسين السيد وتحويل الامر للجنه الانضباط والاخلاق، وكانت لجنه العقوبات اصدرت قرار بايقاف حسين السيد 4 مباريات رسميه بما فيهم الايقاف التلقائي نتيجه الطرد، وياتي ذلك بالاضافه لالزامه بدفع غرامه ماليه قدرها 40,000 ريال لحساب الاتحاد السعودي. تقدم نادي الاتفاق السعودي باستئناف ضد القرار الصادر من لجنة العقوبات. حسين السيد تعرض للطرد في مواجهة الاتفاق والنصر بسبب اعتراضه بصورة غير لائقة ضد حكم المباراة. كمان صدى البلد قالت ان المنتخب الايطالي لكرة القدم احتفل بالبطل المصري رامي شحاتة بدعوته لحضور المباراة هو ووالدته وفد من المنتدى المصري في إيطاليا. فاز المنتخب الإيطالي مساء أمس بست أهداف مقابل لا شيء على ليشتنشتاين ضمن الجولة الثانية من المجموعة العاشرة تصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، ومن المقرر أنه هيقابل الطفل المصري اللاعب العالمي الأرجنتيني باولو ديبالا واللي هيحضر مخصوص عشان يقابله يوم 27 أبريل. قال ياسر المنسي الأمين العام للمنتدى المصري في إيطاليا أن رامي هيسافر لروما النهارده عشان يقابل وزير الداخليه عشان يديره الجنسيه ويكرمه بعد ما انقذ 51 طفل من مذبحه كانت طبعا ممكن تتسبب في موتهم خلال استقلالهم لحافله في ايطاليا. موقع كورة كمان قال ان تقرير صحفي اسباني اكد ان برشلونة قد يلجأ لحيلة جديدة عشان يقنع مانشستر يونايتد بالتخلي عن خدمات المهاجم الانجليزي الواعد ماركوس راشفورد في الصيف اللي جاي، وده وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية. فمانشستر يونايتد مش هيوافق بسهولة على دخول مفاوضات بشأن رحيل راشفورد برغم ان عقده الاخير بينتهي في الموسم اللي جاي، ومش محتاج اليونايتد ان هو يبيع احد نجومه عشان يوفر اموال تساعده على سد فجوة امام قانون اللعب المالي النظيف زي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. كما ان كمان مسؤولين الشياطين الحمر عندهم رغبه ان راشفورد يكون هو
المستقبل. وكمان توقعت الصحيفة أن يطلب الشياطين الحمر رقم تعجيزي من الفريق الكتالوني عشان يتخلوا عن راشفورد، هو ده اللي ممكن يخلي الصفقة شبه مستحيلة. بيفكر مسؤولين البارسا دلوقتي في حل تاني، أن هو يقنعوا اليونايتد عن طريق إدخال البرازيلي فيليب كوتينيو في الصفقة، خصوصا أن الأخير كان ضمن اهتمامات الشياطين الحمر في الموسم الحالي. وتواصلت كمان إدارة النادي الإنجليزي مع وكيل اللاعب تحسبا لضمه إذا رحل عن أسبانيا. كمان في حل تاني، وهو ان يكون البرازيلي مالكوم دي اوليفيرا هو اللاعب اللي هينتقل للمانشستر يونايتد كجزء من الصفقة، خصوصا طبعا ان طريقة لعبه تشبه كتير اسلوب الشياطين الحمر. كمان يلا كورة قال أن ألفارو موراتا مهاجم المنتخب الأسباني الأول لكرة القدم اعترف بالصعوبة اللي واجهها فريقه للفوز 2-0 على مالطا امبارح يوم الثلاث في المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020. وقال موراتا: أشكر المدرب كثيرا، هو يعرف هذا، أنا سعيد بتواجدي هنا كما هي العادة دائما، والآن من المهم أن نتأهل في أقرب وقت ممكن لكأس أمم أوروبا. كان من المهم تحقيق الفوز خارج الديار، كنا ندرك أن مباراة مالطا مهمة للغاية، الآن علينا أن نستمر في التقدم للأمام. وأضاف صاحب هدف فوز أسبانيا في مباراة أمس: كرة القدم تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة، لأن أصبح من الصعب تحقيق الفوز على فرق تتكتل في الخلف. واختتم قائلا: في الحقيقة لم يكن اللقاء سهلا، على أي حال نهدي الفوز للمدرب الذي يستحق، نحن نبذل أقصى ما لدينا معه. كمان بطولات قالت ان ماتيس دي ليخت مدافع نادي اياكس امستردام الهولندي رفض الشرط الوحيد اللي حطه برشلونه عشان يضمه في الميركاتو الصيفي اللي جاي. وكشف توني خوانتامي الصحفي في صحيفه سبورت الكتالونيه ان في تفكير من قبل اداره البلوجرانا في التعاقد مع اللاعب الهولندي الشاب مع اعارته في الموسم اللي جاي لاحد الانديه الاوروبيه. وجت فكره الاعاره في برشلونه لصعوبه التفريط في احد المدافعين الحاليين للفريق سواء كان لينجلت او سامويل امتيتي، واللي طبعا بيتناوبوا على مركز المدافع الايسر بجانب جير تشكيل الفريق بقياده طبعا بوفيردي. عشان كده تواصل المسؤولين بالاداره الكتالونيه مع اللاعب وحاولوا اقناعه بالاعاره لمده موسم واحد، سواء بالبقاء مع اياكس او الانتقال لاي نادي اوروبي جديد لحد نهايه موسم 2019-2020. هو الظهير الايسر الاسباني اليخاندرو غيرمالدو لاعب بنفيكا الحالي واللاعب السابق لبرشلونه الاسباني، واللي تخلى عنه بمبلغ زهيد قبل ثلاث مواسم بلغ 1.5 مليون يورو، والان بات مطلب لكبار الفرق الاوروبيه. فحسبما تناقلت عدة تقارير صحفية فإن غيرمالدو واللي بيقدم مردود مميز جدا مع نسور بنفيكا ده خلاه يكون متواجد على رادار عدة فرق زي طبعا يوفنتوس مانشستر يونايتد والأرسنال ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ونابولي. وبيرغب اليوفي في التعاقد مع غيرمالدو بسبب تعقد خطته لجلب البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق الملكي، وده اللي خلى اللاعب يعدل عن فكرة الرحيل اللي طبعا كانت بتراوده بقوة بعد أو أثناء تولي الأرجنتيني سولاري مهمة تدريب الفريق. كمان أزمة العربي قالت ان في تقارير صحفيه فرنسيه اتكلمت ان مصير البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي قرب من الدوري الفرنسي الممتاز وبيدرس امكانيه تدريب احد انديته. قالت كمان صحيفه لوكيب الفرنسيه ان جوزيه مورينيو بيفكر في القدوم المره دي للدوري الفرنسي بعد مسيره تدريبيه طويله وناجحه في الدوريات الاوروبيه الاخرى زي الدوري البرتغالي والاسباني والانجليزي والايطالي. واوضحت كمان الصحيفه ان نادي باريس سان جيرمان ليس من الانديه المتاحه حاليا امام المدرب البرتغالي لتدريبه نظرا لوجود المدرب الالماني توماس توخل مع الفريق للموسم المقبل بعد ما مدد عقده. كمان كشفت لوكيب ان نادي اولمبيك ليون او نادي موناكو او نادي لال هم الاقرب لحصولهم على خدمات المدير الفني الاسباني البرتغالي عفوا.
سبورت 360 قالت ان نادي انتر ميلان الايطالي جدد اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي مالكوم لاعب برشلونه خلال سوق الانتقالات الصيفيه اللي جايه، ولسه عند المهاجم البرازيلي الكثير من الاشارات على عدم وجود ثقه من جانب المدرب ارنستو فالفيردي، حيث بكاد شارك مع برشلونه خلال الموسم الجاري لاسباب غير معروفه. قالت صحيفه سبورت الاسبانيه ان انتر ميلان هو الفريق الاكثر اصرارا خلال الوقت الحالي على التعاقد مع مالكوم، وهو اهتمام ليس جديد بعدما حاول التوقيع معه في سوق الانتقالات الشتويه عفوا الماضيه. اشارت كمان ان برشلونه هيكون على استعداد للتخلي عن مالكوم في الميركاتو الصيفي القادم، ولكن في حاله حصوله على عرض مغري بيساوي القيمه الماليه اللي دفعها للتعاقد مع اللاعب. كمان وانتري قالت ان في تقارير ايطاليه كشفت ان نادي يوفنتوس الايطالي بينتظر عوده نجم الفريق منتخب البرتغال الهداف الدولي كريستيانو رونالدو واللي تعرض للاصابه، وقال موقع كالتشيو ميركاتو ان يوفنتوس مستني رجوع كريستيانو رونالدو لايطاليا، من المتوقع ان هينضم نجم يوفنتوس النهارده لتورينو عشان يعمل اختبارات طبيه جديده. وقال كمان الموقع ان كريستيانو رونالدو عنده صوره قاطعه حول حالته الصحيه بعد الاصابه في العضلات اللي تعرض ليها مع منتخب بلاده البرتغال في مباراه صربيا. وقال كمان الموقع انه اذا كانت الاستجابه تتبع تفاؤل الساعات الاخيره فممكن نعالج المشكله في غضون 10 ايام، في حين طبعا هتجبره مشكله اكثر خطوره على تخطي المرحله الاولى على الاقل في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا ضد اياكس. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده دكتور ابراهيم داوود نائب رئيس تحرير الكوره والملاعب.